السلام عليكم. مجموعة شباب أطلقوا تطبيق اسمه تدارس القرآن، أقل ما يقال عنه عظيم وجبار. يا جماعة الخير، في ميزتين مهمات. الميزة الأولى، بعض الكلمات اللي نقراها نحتاج أن نرجع للتفسير الورقي أو الإلكتروني على أساس نفهم معناها، هذا يوفر لك كل تفسير تحتاجه. الميزة الثانية، بعض الآيات تحتاج أنك تسمعها على أساس تعرف تنطقها بالشكل الصحيح، هذا يوفر لك كل القراءات. يا جماعة الخير، تطبيق فظيع والله. أسأل الله أن يوفق الشباب ويرزقهم الفردوس الأعلى وكل من يشاركنا هذه الحسنة الجارية، والله إنها حسنة جارية بتنفعني بتنفعكم. تطبيق مجاني، ما يحتاج إنك تسجل فيه، مجاني لوجه الله. شوف التطبيق. بعد ما نحمل التطبيق نختار المتابعة كزائر، مثلا نختار الآية الذين يؤمنون بالغيب، نبي نشوف التفسير. شوف، تضغط على هذه الخانة تطلع لك كل تفسير تحتاجه، تفسير القرطبي، الميسر، الطبري، التحرير، البغوي. شوفوا كيف يعطيك التفسير بالشكل المفصل. وإذا نبي نسمع تلاوة الآية مثلا والذين يؤمنون بما أنزل، نختار آخر خانة تلاوة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. تخيل أنك تنشره لأحبائك وأحبائك ينشرون لأحبائهم، وعلى هالحال لو كل شخص يقرأ فقط آية، آية فقط، شوف الأجر اللي بتجني عند الله سبحانه وتعالى. والله نصيحة، تغانموا اللي بقى من حياتكم، ما احنا مخلدين في هذه الدنيا، واستثمروا في هذا التطبيق، والله إنه أجر عظيم وحسنة جارية. السلام عليكم.